من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. قبل فترة بسيطة قال أحد مقاومي القسام في مشاهد بثتها الكتائب إن قوات الاحتلال تهرب من مواجهة المقاومين بقصف المدنيين العزل. هذا ما حصل اليوم على الهواء مباشرة في مجزرة دوار النابلسي، وذلك بعد تقهقر جيش الاحتلال في حي الزيتون. وفي هذا الحي تحديداً خرج أحد المقاومين ليردد ما قاله المجاهد عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. ووسط استبسال المقاومة ودحر الاحتلال من الزيتون، استبدل العدو لواء المظليين في خان يونس بلواء آخر بعد تكبيده خسائر فادحة. وفي الضفة الغربية عملية فدائية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس تقتل مستوطنين. هذا فيما تتواصل اقتحامات جيش الاحتلال من شمال الضفة في جنين ونابلس إلى جنوبها في بيت لحم والخليل، والمقاومون يشتبكون مع الاحتلال. واليوم سجل استشهاد أسيرين لدى جنود الاحتلال، أحدهما من قطاع غزة بعد أسره أثناء الاجتياح، كما سجل تراجع مجلس الحرب عن قرار بن غفير الخاص بالمسجد الأقصى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ما يعتبر انكسارا جديدا وسط مخاوف الاحتلال من تبعات منع المقدسيين وفلسطيني 48 من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. وفي الجبهة اللبنانية المقاومة الإسلامية حزب الله تواصل دك مواقع الاحتلال ومستوطناته بالصواريخ، وقصفت مستوطنة أيالون ردا على استشهاد مسنين لبنانيين في بلدة كفرة. وكان التطور الأبرز إسقاط جسم فوق ميناء حيفا. أما في جبهة اليمن فأعلن قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي استهداف القوات المسلحة اليمنية 54 سفينة ضمن عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في غزة. هذا رقم مهم جدا وكبير، وأضاف أن إجمالي الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات بلغ 384. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن لدى اليمن مفاجآت لا يتوقعها الأعداء وستفوق ما يتصوره العدو والصديق. في ميدانية طوفان الأقصى مشاهدين، كما عودناكم منذ بداية هذا الطوفان حتى اليوم، معنا الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية الدكتور هاني الدالي، ومعنا هنا في استوديوهات الميادين الخبير العسكري العميد شربل أبو زيد. أهلا بكما ضيفينا. أهلا بك عميد. وبطبيعة الحال البداية من الزيتون، مع ما أفادنا به مصدر ميداني في المقاومة بأن قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات ضخمة داخل حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأشار المصدر مشاهدينا إلى أن جيش الاحتلال نسف عشرات المنازل، دمر مساحات واسعة من شارع صلاح الدين، وأضاف أن هناك عشرات الشهداء من المدنيين ما زالوا داخل المنازل والشوارع في حي الزيتون يتعذر الوصول إليهم حتى الآن. وأوضح أن هذه الارتكابات تأتي نتيجة الخسائر الفادحة التي مني بها الاحتلال في حي الزيتون بعد فشله في التقدم باتجاه وسط وشمالي الحي. إذن عميد شربل أبي زيد، أهلا بك من جديد. نتحدث عن أكبر أحياء مدينة غزة، عن أكبر أحياء مدينة غزة بالمساحة ومن حيث عدد السكان، هو قلب المدينة التلية القديمة وسمي كذلك لكثرة الزيتون. الاحتلال يتحدث عن أحداث قاسية في كل يوم تقريبا في حي الزيتون. ما الذي حصل تحديدا في حي الزيتون عميد شربل أبي زيد؟ تفضل. نعم، كما قلنا بأن يعني مقبرة العدو الإسرائيلي والمركافة التي يتغنى بها العدو الإسرائيلي هي حي الزيتون هنا. فإذن كانت المعارك تدور منذ أكثر من 10 أيام في هذه المنطقة وهذا المربع، والذي يعني يسمى بحي الزيتون، ولكن يعني هذا هو حي الزيتون، المنطقة الممتدة بحي الزيتون. خلال 10 أيام كبدت المقاومة الفلسطينية العدو الإسرائيلي أكثر من 24 دبابة ونقلت جند، إضافة إلى العديد من القتلى والجرحى. رقم كبير عميد.
بطبيعة الحال 10 أيام أكثر من 24 آلية للاحتلال الإسرائيلي بين دبابة، نفترض بأن لواء المدرعات في جيش الإسرائيلي هو 111 دبابة، يعني تقريبا هناك خمس عديد لواء المدرعات في الجيش الإسرائيلي تم تدميره في هذا المربع 9 كيلومتر مربع. وبالتالي يعني هذه قوة لدى المقاومة، وهذا فشل ذريع ميداني للعدو الإسرائيلي، يضاف إلى الفشل المخابراتي في ليس فقط في شمال قطاع غزة وإنما في كامل قطاع غزة، لأنه لم يستطع تحقيق أي من أهدافه التي رسمها، إن كان من تدمير حماس أو قدرات حماس فيما بعد، وكذلك الأمر من العثور على أي من الأسرى وحتى تحقيق صورة نصر. فهو حاول منذ 11 يوما في القتال في هذه المنطقة علّه يستطيع عزل الشمال عن الجنوب. لماذا؟ لأن كما تسرب في خطة باريس 2 بأن يعني الشمال له ترتيب آخر في هذه الخطة غير الوسط والجنوب، ونعني به إن كان من حيث النازحين الذين سيعودون إلى هذه المنطقة من النساء من الأطفال ومن الرجال فوق الخمسين سنة، ويعني الترتيبات إضافة إلى المعابر التي سيتم تزويد شمال قطاع غزة بالمساعدات وبالأغذية وإلى ما هناك، فأذن ليست هي من رفح. لذلك كان يحاول محاولة أخيرة العدو الدخول باتجاه يعني محور حي الزيتون لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، فشلا ذريعا. 10 أيام من القتال الضاري كان يخرج المقاومون كالأشباح من الأنفاق ومن يعني البنى المهدمة، ويقومون بتدمير تقدم العدو على المحاور ثم ينكفئون. طب تحدثت عن معارك ضارية يا عميد، ما مؤشرات ذلك أن يكون هناك معارك ضارية في هذا الحي في مدينة غزة، خاصة أنه كما تعلم الإسرائيلي روج منذ اليوم الأول أو منذ الأيام الأولى عذرا بأنه في مناطق خاصة في غزة في المدينة وفي الكثير من المناطق في شمال قطاع غزة أنه هو فكك بنية المقاومة العسكرية؟ عندما تكون المعارك ضارية بهذا الشكل، عندما تكون الخسائر كبيرة بهذا الشكل، على ماذا يدلل ذلك؟ يعني كما يقول المثل، الماء تكذب الغطاس. صحيح. والأرض تكذب ما يقوم العدو بادعائه. يعني عندما تتكلم نيويورك تايمز بأن ما يزال في هذه البقعة الصغيرة من الأرض أكثر من 5000 مقاتل، وما تزال الأنفاق أكثر من 75% من الأنفاق في شمال قطاع غزة كما في وسطها وفي جنوبها هي سالمة، والمقاومون ما يزالوا على أشد قوتهم في مقارعة العدو الإسرائيلي، هذا أكبر دليل بأن ما يدعيه العدو الإسرائيلي هو كاذب. ونضيف على ذلك بأنه خلال يعني شهر يناير، أول شهر يناير من هذه السنة، قال قائد سلاح المدرعات بأن يعني هو انسحب العدو الإسرائيلي من شمال قطاع غزة لأن شمال قطاع غزة أصبح ساقطا عسكريا وانتهى. وبالتالي بعد 10 أيام يعني في العاشر من يناير عاد العدو الإسرائيلي ودخل إلى شمال قطاع غزة، لأن هذه المنطقة ما تزال عصية على العدو الإسرائيلي، وهو لا يستطيع وضع قدمه وسيطرته على هذه المنطقة، وهذا ما رأيناه اليوم. المجزرة الكبيرة اليوم كانت هنا في دور النابلسي، كان هناك للأسف 109 شهداء وأكثر من 670 أو 760 شهيدا، يعني جريح. كانت مجزرة بكل ما للكلمة معنى، هي بالحرف الواحد هي تحدي صارخ لقرار محكمة العدل الدولية، هي تحدي لكل القوانين الدولية المرعية الإجراء والقانون الإنساني الدولي الذي يجب أن تتقيد به كافة جيوش العالم. وبالتالي هذا اليوم كان هنالك جريمة كبيرة. الآن يقوم العدو الإسرائيلي كما ذكرت بتدمير للبنى شرقي الزيتون هنا، يعني هنالك بأي هدف عفوا عميد، عندما يدمر وينسف هذه المنازل والمربعات السكنية بأي هدف؟ بأي هدف؟ الهدف هو التالي، عندما أتى الأمر لهذا العدو بالانسحاب الى خارج
شمال قطاع غزة ماذا يعني؟ أولا كان انسحابا غير محضر، كان انسحابا مرتجلا، لذلك العدو الإسرائيلي ترك دباباته آلياته المدمرة أو المعطلة في حي الزيتون وخرج إلى خارج هذه المنطقة لكي يؤمن خروجه وخروج قواته. قام طيرانه يعني بقصف دوار النابلسي وقصف هذه المنطقة بسدود نارية وهدم هذه المنطقة، أولا لإشغال المقاومين والمواطنين لإنقاذ، نحن رأينا مجزرة، يعني من سينقذ هؤلاء؟ بطبيعة الحال الإسعاف غير موجود. نحن رأينا بأن مستشفى عدوان خرج عن الخدمة اليوم، لماذا؟ لأنه لم يعد هناك محروقات ولا أدوية ولا أي شيء. فإذن بخروج مستشفى عدوان عن الخدمة ومستشفى الشفاء شبه متوقف، هرع المواطنون إلى دوار النابلسي كما هرعوا إلى الجرحى والشهداء المتواجدين في شرق حي الزيتون من جراء القصف المدفعي ومن جراء تدمير الأبنية كما شاهدنا في الفيديو. هذه عملية إلهاء ليستطيع العدو الخروج إخراج قواته من يعني جحيم النار التي كانت تتعرض له في حي الزيتون وفي شرق هذه المنطقة. إذن زيتون غزة المدينة دكتور هاني الدالي ينقلب جحيما على الاحتلال، واضح أن هناك خسائر كبيرة. قوات الاحتلال في الأيام الماضية في أكثر من يوم تعلن عن أحداث قاسية في حي الزيتون، هذا الحي الذي يشتبك مع الاحتلال منذ الأيام الأولى للمعركة البرية، خاصة من ناحية القاطع الجنوبي لأنه على تماس مباشر مع وادي غزة، وهناك كما تعلم هناك تواجد لقوات وآليات الاحتلال. هكذا رد الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه المجازر دكتور هاني الدالي؟ طبعا واضح انه الاحتلال الاسرائيلي منذ اللحظه الاولى التي دخل فيها في حي الزيتون، وهو طب بالتاكيد جاي لصفي حسابه الطويل مع هذا الحي وليثأر من هذا الحي الذي كبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر كبيره، وكان ايضا من الاسباب التي دفعت الاحتلال من الانسحاب من قطاع غزه، وكان ايضا من الاسباب التي ادت انه الاحتلال يتخذ قرار ويغير ناقله الجند 113 الى ناقله الجند نمر. ولكن أيضا بالمقابل واضح أنه ما حدث هو نتيجة التخطيط الدقيق لكتائب القسام والاستخبارات العسكرية وركن الاستخبارات الذي ما زال يحصل على الوثائق الاستخباراتية صحيح. من الاحتلال الإسرائيلي وثائق الحساسة، وما زال يحصل على مواد مصورة لعمليات الاحتلال داخل قطاع غزة، وما زال يحصل على معلومات حساسة لمواقع الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ليس بغريب. وهنا أنا من بداية دخول حي الزيتون تحدثت بشكل واضح أنه كل خطة الاحتلال الإسرائيلي كانت واضحة للمقاومة الفلسطينية، مواقع الدخول، مواقع التقدم، والهدف الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة، والمقاومة الفلسطينية تصدت للاحتلال الإسرائيلي من اللحظة الأولى. إضافة إلى ذلك أيضا المقاومة الفلسطينية ستصدت وفقط، ولكن أيضا لحقت الاحتلال الإسرائيلي إلى خلف خطوطه وخلف خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي داخل مواقعه، وبالتأكيد هذا يؤكد طبعا يعني كل الحديث أنا نؤكده مرات ومرات نؤكده، الاحتلال الإسرائيلي يبين كذب، وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت في القيادة والسيطرة، تقوم بإدارة العمليات بفعالية كاملة، وعلى رأس الإدارة والسيطرة ركن العمليات، وعلى رأس ركن العمليات ركن الاستخبارات الذي هو العنصر الأساسي، هو العين الذي من خلالها القيادة تستطيع أن تدير عملياتها، وما زال هذا الركن يجمع المعلومات الدقيقة. بمعنى خطة الاحتلال الإسرائيلي للتقدم إلى حي الزيتون كانت واضحة لكتائب القسام، معالم الدخول، معالم التحرك، القوات التي ستتحرك، المناطق التي سيتحرك منها، أيضا المناطق التي الهدف من التحرك هذا، لذلك عدت خطة دفاعية محكمة، وهذه الخطة الدفاعية استطاعت من خلالها أن تقتل من جنود الاحتلال وأن تدمر وأن تحضر له الأفخاخ وأن تقنص جنود الاحتلال، وهذه الخسائر الكبيرة. بمعنى الاحتلال لم يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة الفلسطينية، ولم يحقق أهدافه في تصفية المقاومة الفلسطينية أو تصفية فاتورة الحساب، بل زادت فاتورة الحساب وستزيد، ولن يستطيع الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تصفية حساباته مع المقاومة الفلسطينية. وهناك أيضا معلومات أنه انسحب من مناطق من عدد من المناطق من حي الزيتون، وأنا أقول لك هناك بعض المحللين العسكريين قالوا أنه هذه العملية هي بداية الدخول الكبير لحي الزيتون، وأنا أقول لا، وأنا قلت من بداية الدخول لحي الزيتون أن الاحتلال يريد أن يحقق هدف داخل حي الزيتون ثم ينسحب، ولكن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إجهاض كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك واضح حجم الانتقام الصهيوني من المدنيين
ومن شعبنا الفلسطيني الأعزل ومن المناطق المدنية والمباني السكنية. الاحتلال الإسرائيلي دائما حتى من بداية طوفان الأقصى يفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مباشرة يقوم بالانتقام من الشجر والحجر والبناء والإنسان. لا بس واضح أنه الزيتون صلب في حي الزيتون. بالتأكيد صلب. لماذا صلب؟ ويحمي المقاومين، واضح أنه يحمي المقاومين بصلابته هذه الأيام. نعم بالتأكيد. لماذا؟ لأنه الأرض تقاتل مع المقاومين. صح. وهذا قاله مقاتل من مقاتلي كتائب القسام وقادة من قادة القسام قبل فترة من خلال مشهد مصور، قال الأرض تعرفنا ونحن نعرفها. يا أخي الكريم، هذه الأرض وهذا الزيتون هذا ليس علاقة عابرة، وخاصة في حي الزيتون وفي كل مكان، وخاصة في المناطق الشرقية. الشباب المرابطين ليلة ليلة بكونوا في هذه المناطق، ليلة ليلة هم بحضروا بالأنفاق، ليلة ليلة بكونوا قاعدين بنتظروا الاحتلال الإسرائيلي، ليلة ليلة بيهتموا برعاية الأشجار وبيهتموا بالزيتون وبيهتموا بالبرتقال وبيهتموا بالمناطق الموجودة وبيهتموا بالسكان أيضا. هذه ليس علاقة عابرة، هناك علاقة أكثر من العلاقة، حتى العلاقة اللي زي ما بقولوا العلاقة العابرة، العلاقة الموجودة، علاقة عاطفية، علاقة أرض مع مقاتل يدافع عن هذه الأرض، علاقة دماء، علاقة أكثر من ذلك، علاقة روح تدافع عن هذه الأرض. لذلك الأرض تعرف من يقاتل فيه. هذا المقاتل اللي من سنوات، هناك مقاتلين من كتائب القسام ومن سرايا القدس ومن كل الكتائب المجاهدة سنوات وهم يحفرون في هذه الأرض، يعرفون أعماقها مترا مترا شبرا شبرا. هناك من أصابه المرض، هناك من أصابه الغضروف، هناك من أصابه أمراض كثيرة، هناك من عانى، هناك من عاد من الجراح، هناك من استشهد، هناك من هالت عليه الأرض نتيجة تجهيز الأنفاق، هذه الأنفاق. الشباب والأرض تعرفهم. لذلك واضح أنه سبحان الله، يعني ما هي في النهاية كل شيء الله سبحانه وتعالى اللي خلقه. صحيح. لذلك الأرض واضح أنها تقاتل مع المقاتلين، الشجر يقاتل، الشجر يخفي المقاتلين. صحيح. الأنفاق تحميهم في الأرض، الأشجار كل شيء يحمي المقاتلين. نعم. لذلك هذا هو، احنا دائما هنا نقول يظهر حقيقة المدافع، حقيقة علاقته بالأرض، حقيقة علاقة الأرض بالمدافع، حقيقة معرفة المقاتل بحرب المدن. هذه الحقيقة تظهر في هذه المواقف. وفي طيب دكتور هامي، الاحتلال الإسرائيلي ايه؟ تعرف أنه احتلال غازي، احتلال سارق، احتلال عنصري، احتلال نازي، وهي تعرف ذلك، تعرف أن هذا الاحتلال يأتي للسرقة وللقتل وللتدمير. طيب دكتور هاني، حضرتك بتعرف حي الزيتون، حضرتك تعرف حي الزيتون، وتحدثت قبل قليل بأنه المقاومين الأبطال في قطاع غزة الذين يقدمون هذه الملحمة الأسطورية بكل صراحة على المستوى العسكري يعرفون هذا الحي جيدا بشجره بكل زوايا من زوايا هذا الحي. نعرف المشاهدين أكثر على هذا الحي مشاهدينا الذي ذاع صيته مؤخرا بفعل بطولات المقاومة الفلسطينية في هذا الحي، هو أحد أشهر أحياء قطاع غزة. حكاية صمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي ورمز لمقاومة المحتل وللحرمان، أين يقع؟ لماذا يحاول الاحتلال الدخول إليه؟ عبد الله ظاهر، أهلا بكم. حي الزيتون هو أكبر أحياء مدينة غزة من حيث المساحة وثاني أكبرها من حيث عدد السكان. يقع في قلب المدينة في المنطقة المعروفة محليا باسم البلدة القديمة التي كان اسمها قديما تلة غزة. يعد حي الزيتون قريبا من مناطق تمركز الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة، كما أنه المنطقة الأقرب إلى الفاصل الجغرافي الذي يعمل عليه الاحتلال لفصل الشمال عن الجنوب. مساحته تبلغ نحو 9 ملايين متر مربع، وعدد سكانه يبلغ 78,000 نسمة. مع كل عدوان أو توغل تتكرر حكاية الصمود، فبات الحي بصموده نبراسا للمقاومة وحافزا لمقاتليها. حاول الاحتلال منذ بدء عملياته البرية الدخول إليه لكنه فشل، فحاول تسجيل انتصارات وهمية من خلال الادعاء أن الوصول إلى أطرافه كأنه دخل إليه أو احتله. استعصاء الحي على الاحتلال دفعه إلى تكرار المحاولة مرة تلو الأخرى على الرغم تكبده خسائر في الأرواح والعتاد. فوفق مصدر قيادي في المقاومة للميادين فأن الإسرائيلي انسحب من الحي بعدما تكبد خسائر فادحة، حيث تنتشر دباباته المعطوبة في محاور القتال فيما تركت ملابس جنوده العسكرية الملطخة بالدماء في الشوارع والمنازل. أخيرا فشل الاحتلال الذريع دفعه كالعادة إلى استهداف المدنيين العزل، فما أن أشرقت شمس الخميس نفذت قوات الاحتلال مجزرة دوار النابلسي في غزة، راح ضحيتها نحو 100 شهيد
كانوا ينتظرون وصول المساعدات الغذائية شرقي حي الزيتون في القطاع المحاصر. هذا القليل مشاهدينا عن هذا الحي الذي يسجل أساطير في على المستوى العسكري، وكما ذكر لنا العميد قبل قليل هي معارك ضارية، هناك خسائر فادحة للاحتلال، الاحتلال يعلن عن ذلك. عميد، بالنسبة لحي الزيتون، لأنه ذكرنا أيضا موضوع طبيعة الجغرافية لهذا الحي، لأي مدى تساعد المقاتل على مستوى القتال؟ وسنكمل أيضا معك عميد في موضوع الميدان في غزة في وسطها وجنوبها، أيضا ننطلق من استكمال الحديث عن حي الزيتون، جغرافيته إلى أي مدى تساعد المقاتل، ما الذي حصل أيضا في وسط قطاع غزة؟ ولكن بحسب ما يفيدني أيضا الزميل زاهر ننتقل إلى هذه المشاهد قبل ذلك، عذرني عميد. أيضا سرايا القدس مشاهدينا نشرت هذه المشاهد من المعارك التي خاضها مجاهدوها في حي الزيتون جنوب شرق غزة. أيها الأقزام المرتزقة، يا عديمي الضمير والإنصاف، سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر. صورة أكبر تعبير مشاهدينا ما حصل ويحصل في حي الزيتون. عميد شربل، قبل قليل كنا نشاهد هذه اللقطات التي نشرتها سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، هذه تحتاج أيضا إلى كلام وإلى شرح عن أي مشاهد مقاومة نتحدث ونحن نقترب من الشهر الخامس من هذه الحرب التي تشنها إسرائيل بكل مقدراتها وقدراتها، وإذ المقاومين ينصبون لها الكمائن، يستهدفون الدبابات ويفجرون المنازل بالقوات الخاصة ويوثقون ذلك، أهم شيء بالصوت والصورة. ما أهمية هذه المشاهد عميد؟ ما الذي تقرأه من خلال هذه المشاهد؟ يبدو بأن يعني المقاومين أصبحوا متمرسين لدرجة أنهم يعني يتعاملون مع كل هدف بهدفه استنادا لطبيعة الهدف واستنادا للمطلوب في أرض المعركة. رأينا كيف تم تدمير المنزل، هو لم يتعامل مع الدبابة التي كانت في المنزل وإنما مع المنزل بحد ذاته، لأن جنود الاحتلال لجأوا إلى المنزل، فإذا هناك عملية اختيار للهدف، رصد بطبيعة الحال، رصد دقيق، اختيار الهدف، هناك يعني عمل
بطريقة مرتاحة، يعني المقاتلين يقاتلون بطريقة مرتاحة جدا، إضافة إلى ذلك يعني يستهدفون كل هدف بالأسلحة المناسبة، يعني المنزل بأسلحة وبمتفجرات عبوات والدبابات والملالات وإلى ما هنالك ناقلات الجنود بالعبوات وبالياسين 105 وبالار بي جي. فإذا هناك فرق ما بين التي بي جي والار بي جي، التي بي جي للتحصينات والمنازل والار بي جي أكثر من ذلك. نحن رأينا جنود العدو، رأينا دبابات العدو كيف أنهم في ضياع، يعني يتقدم ثم يتراجع، وهذا دليل على التشتت. لا يعرف يعني المشهد أمامنا الآن لا يعرف حتى أن هذه الآلية، هذه الدبابة قد اصطدمت بالتي أمامها ثم عادت وأخذت مركز لها خلف، وبالتالي هذا الضياع هو عبارة، هذا ما قاله جندي أساسا اليوم في خان يونس حتى وليس أيضا من الذين تمردوا على الأوامر العسكرية الإسرائيلية. هناك 9 تمردوا على الأوامر العسكرية على امتداد شمالا ووسطا وجنوبا، وهؤلاء من جفعاتي. عندما نتكلم عن جفعاتي يعني نتكلم عن لواء النخبة، كما سنرى بقى يعني بعد قليل اللواء المظليين في خان يونس على زنسان. عميد سعودي إليك، سنتحدث عن لواء المظليين، ولكن دكتور هاني الدالي، رشقة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية لحد الآن وصلت إلى سديروت ونير عام في غلاف غزة، وعلى ما يبدو أن هذه الرشقة انطلقت من شمال قطاع غزة، أي رسالة هذه من المقاومة الفلسطينية؟ طبعا هاي الرسالة بالتأكيد لها دلالات كبيرة. بالمناسبة هاي الرسالة ليس الرسالة الأولى، قبل قليل أيضا المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام أوصلت رسالة الاحتلال الإسرائيلي بموضوع الأسرى. هنا طبعا هنا المقاومة الفلسطينية في كل لحظة وفي كل تصريح يتحدث عنه نتنياهو، وفي كل لحظة يتحدث عنه وزير الدفاع، وفي كل لحظة يتحدث عنه سموتريش، أو حتى كمان مجلس الحرب، أي من أعضاء مجلس الحرب، إيزنكوت، جانتس، أي حد يتحدث عن إنجازات جيش الاحتلال بقطاع غزة، المقاومة الفلسطينية مباشرة يكون إما بتحقيق خسائر لجنود الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال إطلاق الصواريخ. إطلاق الصواريخ هو دليل أو هو تعبير أو دلالة حقيقية عن حرب الإرادات، وحرب الإرادات دائما المقاومة الفلسطينية تضع بصمتها على هذه الحرب وتقول أنها ستنتصر بها، بمعنى أن المقاومة الفلسطينية في حال أفشلت الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أي من أهدافه فهي انتصرت في هذه الحرب. المقاومة الفلسطينية حققت الانتصار الأول في 7 أكتوبر، صحيح. وتبقى أن الاحتلال الإسرائيلي يعترف بهزيمته المدوية المزلزلة الكبيرة، هذه الهزيمة التي كل الأجيال تتحدث عنها وسيتحدث عنها التاريخ. إضافة إلى ذلك هذه دلالة أيضا على تصريحات الاحتلال الإسرائيلي حول عودة أو طلب من عودة المستوطنين إلى حدود قطاع غزة ولا قطاع غزة. ما زالت المقاومة تقول نحن نسيطر في الميدان ونحن نضرب في كل مكان ولا يوجد مكان أمن في الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا عدد كبير من المشاهدين يسأل لماذا المقاومة الفلسطينية لا تضرب تل أبيب أو وسط الكيان الإسرائيلي. هذا له رسائله في الوقت المناسب، لا علاقة له بضعف إمكانات وقدرات المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية له إمكاناتها وقدراتها بخير، ويوم يأتي الوقت المناسب لقصف تل أبيب ستقصف تل أبيب بإذن الله سبحانه وتعالى. على كل حال كما يذكر الدكتور هاني الدالي، هذه الأمور مشاهدين دائما هي بيد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين يواجهون على الأرض إلى جانب المقاتلين، واضح من خلال معارك الزيتون، من خلال معارك في أكثر من محور تستمر في قطاع غزة، من خلال رشقات الصاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، أن هؤلاء القادة ما زالوا هم يتحكمون ويسيطرون ولهم قدرة على التحكم والسيطرة، هذا واضح. وما قاله الدكتور هاني الدالي قبل قليل أيضا معبر جدا عن موضوع أن القرار دائما بيد فصائل المقاومة الفلسطينية في سياق إطلاق الصواريخ إلى مدايات أبعد. كتائب القسام نشرت مشاهد لتصديها لقوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة. Thank you.
امتثالا لما قامت به كتائبهم المظفره في جنوب لبنان. نواصل دك تعشنات العدو في محاور القتال في مدينه غزه. باذن الله تعالى سيتم الان دك تعشنات العدو المتواجده في حي زيتون. اللهم سدد لنا غمنا. ننتصر أو نموت. بسم الله الله أكبر. توقع بسم الله الله أكبر. إذا مشاهدينا، كل ما عرضناه قبل قليل وبثته فصائل المقاومة الفلسطينية يدل على أن هذه المقاومة زالت تتحكم وتسيطر على المشهد في قطاع غزة من خلال هذه المقاومة. يعني ما زالت تقصف بقذائف الهاون، تستخدم العبوات كما رأينا، تقوم بكمائن هائلة وتنسف المنازل بقوات الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بالصواريخ المستوطنات في غلاف قطاع غزة، وتواصل التحكم والسيطرة على المستوى الذي رأيناه في حي زيتون، وتكبد الاحتلال خسائر فادحة يتحدث هو عنها. عميد شرب الأبي زيد، نعود إليك لنتحدث أيضا عن هذه المشاهد. قبل قليل لفت يعني كان نقطة لافتة ذكرت ليها تحت الهواء، أنه هذه العبوة التي من المفترض بأنها تزن 3 كيلوغرامات، وهي نراها الآن عبوة الشواظ 3.5 كيلوغرامات، الآن هي تعادل 40 كيلوغرام من المتفجرات. صحيح. كيف ذلك؟ من باستعمال نوعية جديدة من يعني المتفجرات، وبالتالي كانت هي في الأساس تقريبا 40 كيلو، وبالتالي تم تطويرها مع الوقت من قبل المقاومين باستعمال نوعيات جديدة من المتفجرات، حتى أصبحت يتم تركيز قوة 3.5 كيلو بما يعادل 40 كيلو السابقة في نقطة معينة تقوم بتفجير الدبابة مهما كان تدريعها وقتل من بها، يعني تدميرها وقتل من بها، وهذا يعني نقلة نوعية في صناعة المتفجرات. طب وهناك استخدام كثيف لقذائف الهاون أيضا ومتعددة المدايات. صحيح، اليوم كان هناك استهداف يعني شمال شرق بيت حنون، بشمال هنا شمال شرق بيت حنون استعمل المقاومون الهاون 120 الذي رأيناه في الفيديو في هذه المنطقة. كان هناك تجمع لقوات العدو، لماذا؟ كان يبدو يعني إذا ما حللنا الصورة بأن هذه القوات كانت تحاول مشاغلة يعني شمال قطاع غزة على يعني تخفف الضغط عن منطقة الجنوب، وبالتالي قام المقاومون باستهدافها وحققوا إصابات بين قتيل وجريح، لأن كمية الهاون 120 التي تم استخدامها كانت كبيرة ودقة الإصابة كانت أيضا كبيرة. إضافة إلى شارع 10، تم استهداف شارع 10، كان هناك تجمع يريدون يعني الانسحاب باتجاه جحر الديك، وبالتالي استهدفه المقاومون بالهاون 61 الذي رأيناه، الهاون الصغير يعني، وأيضا كبدوا العدو الخسائر أيضا في شارع 10. فإذن ما تزال المقاومة تحتفظ بإمكانياتها كما العادة، 120 قصفت الهاون 60، إضافة إلى قصف يعني المستعمرات خارج قطاع غزة، إن كان شرق قطاع غزة أو إن كان شمال قطاع غزة. البارحة مثلا قصفوا عسقلان يعني، وهي ليست على مسافة قريبة، وهذا ما يدل بأن ما لديها هو الكثير ما يزال. بما يختص بمنطقة الوسط مثلا، اليوم كان هناك يعني مثلا في أنصيرات وفي المغراقة، كان هناك مجزرة في المغراقة ذهب ضحيتها 25 شهيدا، كذلك الأمر في أنصيرات،
القصف يكون من قبل البوارج الحربية للعدو الإسرائيلي باتجاه هذه المدن، فهذا كان، وإضافة إلى قصف جوي مركز على انصيرات والمغراقة في دار البلح، وهذه يعني أيضا برسم المجتمع الدولي وبرسم القانون الإنساني الدولي تم قصف الآبار الارتوازية لمياه الشرب في دار البلح، إضافة إلى خطوط الصرف الصحي، وهذا شيء خطير عندما يتم يعني ضرب خطوط الصرف الصحي مع خطوط مع الآبار الارتوازية. هناك خوف من امتزاج الآبار الصحية مع الآبار الشرب، وبالتالي يعني كأن العدو يحاول نشر الأمراض لدى النازحين. لماذا؟ لأن في هذه المنطقة، يجب أن نذكر أنه في هذه المنطقة يعني دار البلح هناك 500,000 نازح يتوزعون على 40 ملجأ نزوح، وبالتالي 500,000 إنسان، نصف، نعم 500,000 إنسان في هذه المنطقة. عندما يقوم العدو بقصف الأبار الارتوازية وقصف خطوط الصرف الصحي، هناك خطر انتشار الأوبئة، كما هنالك خطر فقدان مياه الشفة والشرب يعني. وبالتالي يعني هذه أيضا جريمة حرب تضاف إلى ما حصل في شمال قطاع غزة، نعم، وبرسم القانون الدول الإنساني والمؤسسات الدولية. على كل حال أيضا هناك الاشتباك ليس في غزة فقط هذه الأيام دكتور هاني الدالعيلي، تشهد عملية جديدة لافت بحسب المصادر الفلسطينية للميادين بأن منفذ العملية هو الضابط في الشرطة الفلسطينية الشهيد محمد مناصرة من مخيم قلنديا. ما أهمية هذا التطور؟ كما تعلم دكتور هذه العملية أولا أدت إلى قتيلين إسرائيليين، ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك والتحذيرات كبيرة في هذا السياق. طبعا تنفيذ العملية في نابلس نفس المكان اللي تم تنفيذ فيه هذه العملية، هو أيضا قام قبل فترة يعني مجاهدين من كتائب القسام، المجاهد مهند شحادة، المجاهد الشهيد مهند شحادة وخال صباح، نفذوا عملية وقتلوا من جنود الاحتلال الإسرائيلي. وهنا عندما نتحدث عن توقيت العملية والشخص الذي قام بتنفيذ هذه العملية ومكان العملية، هذا أنا بتقديري كله له دلالات. أولا توقيت العملية التي جاءت في ظل الحملة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وفي جنين وفي معظم الضفة الغربية وتحديدا في هذه المناطق. الضفة الغربية جاءت من هذه المنطقة لتقول للاحتلال الإسرائيلي كل المقاربات الأمنية والعسكرية وكل المحاولات التي تقوم بها من أجل إضعاف المقاومة الفلسطينية ستفشل، وهذا عنوان فشلها، وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أبدا الالتفاف على خيارات، ولا يمكن إضعاف ولا يمكن إسكاته، والشعب الفلسطيني سيقاوم، وعنوان المرحلة هو المقاومة وانتزاع حقوقه. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هي رسالة فورية جاءت بعد عملية المجزرة التي حدثت في شارع الرشيد في جنوب في غرب مدينة غزة وبالقرب من منطقة الشيخ عجلين. هذه المجزرة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل بدم بارد ومتعمد 150 من شعبنا الفلسطيني الذين كانوا ينتظرون أكثر من 3 أيام وهم ينتظروا بهذه المنطقة من أجل ما يجدوا ما يسد رمق أطفالهم. 3 أيام وهم ينتظروا من أجل الحصول على الطحين لأولادهم. الاحتلال الإسرائيلي قام متقصدا باستهدافهم. وهنا أنا أيضا لعلي أركز هنا بنقطة مهمة جدا، هو أن موضوع الطعام للأسف دخل بالابتزاز السياسي ودخل كأداة من أدوات السياسة للضغط على شعبنا الفلسطيني وللضغط على المقاومة الفلسطينية. وما حدث من اغتيال أبناء شعبنا وقتل متعمد لشعبنا الفلسطيني، هو كان بالمناسبة لم يكن عابرا، هو كان متقصدا لعدة أهداف. الهدف الأول هو إبراز الهدف الأساسي من عمليات الإنزال الجوي، هذه المسرحية التي تقوم بها الدول من أجل في هذا التوقيت تحديدا أن هدفها التسويق السياسي والتسويق الإعلامي لقادة هذه الدول الذين شاركوا بإما بالخزلان شعبنا الفلسطيني، وبعضهم شارك بمؤامرة واضحة لشعبنا الفلسطيني، وهذه المؤامرة كانت الجسر البري الذي يمد الاحتلال الإسرائيلي وخاصة عندما يمر من خلال الأردن. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا وهي الأبرز من هذه الرسائل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وهذه الدول التي تعيد احتلال أمريكا،
أنهم هناك رغبة غربية وهناك رغبة إقليمية من بعض الدول الإقليمية ورغبة أساسية من الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وهو غياب أو عدم إظهار أي إدارة محلية لقطاع غزة وتحديدا لغزة، لأنه إظهار أي إدارة محلية يعني فشل الحرب، يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهدافه. لذلك موضوع الإنزال يأتي في هذا السياق، وموضوع القتل يأتي بهذا السياق. يعني الاحتلال يريد أن يقول لا يوجد إدارة لاستلام هذه المواد التموينية لتوزيعها على الشعب الفلسطيني. ومن ناحية ثالثة أيضا، الاحتلال الإسرائيلي قاصد بهذا القتل المتعمد لشعبنا الفلسطيني أيضا أن يقوم ب يعني افتعال حرب داخلية ضد شعبنا الفلسطيني، حرب أهلية ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا شعبنا الفلسطيني منتبه له. انظر إلى المشاهد التي يتم عرضها الآن، بدل أن يقوم هو وأطفاله بأخذ أكياس طحين إلى بيوتهم ولأطفالهم، يقوم بحمل أطفاله وحمل أبنائه من خلال على هذه الكار وعلى آدام أدوات النقل، نقلهم شهداء بدل ما يحمل الطحين، يحمل أبنائه بهذا الدم البارد. 150 من أبناء شعبنا في يوم واحد. أسرى الاحتلال لدى المقاومة 134 أسير. العالم كله لليوم يضغط من أجل الإفراج عنهم، العالم كله اليوم يضغط من أجل إفراج عن 134 أسير. كل الدول تحركت من أجل ذلك، كل الأنظمة العربية وغير العربية والغربية والولايات المتحدة تحرك من أجل أسرى الاحتلال، وكل الإعلام الغربي والمنظومة المؤسسات الدولية تتحرك من أجل أسرى الاحتلال، ولم يتحرك أحد لا من شعوبنا العربية ولا من الأنظمة العربية ولا من الدول الغربية يتحرك بشكل فعلي وحقيقي وضاغط. عندما شاهد هذه المشاهد وشاهد شعبنا الفلسطيني يقتل بهذه الطريقة، هذه الطريقة التي الاحتلال الإسرائيلي يقصد فيها أنه يضغط على شعبنا ويضغط على مقاومتنا، لأنه فاشل، الاحتلال فاشل ويفشل في كل مكان. ولكن أنا أقول لك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أجل الضغط حتى على المقاومة الفلسطينية في المفاوضات. أنا هنا لا أشي سرا، ولكن أقول ما حدث أن قيادة المقاومة بالأمس بسبب التجويع الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وبسبب منع دخول الطعام والغذاء إلى رفح وإلى شمال غزة، وهناك ألاف الشاحنات المكدسة على معبر رفح تنتظر، أن قيادة المقاومة تتابع كل ذلك وهي تتألم لألم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. ما يبكي شعبنا يبكي قيادة المقاومة، ما يؤلم شعبنا يبكي يؤلم قيادة المقاومة. وهذا الأمر ليس بالهين عند قيادة المقاومة، لأنه بالأمس هددت قيادة المقاومة بتعليق المفاوضات بشكل رسمي، وكانت أن تتخذ هذا القرار لولا أن هناك تدخل من بعض الدول. وهنا دكتور نذكر فقط، تفضل. وأنا هنا أقول أنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة لا يمكن أن نضغط لا على شعبنا ولا على المقاومة، بالعكس شعبنا يزداد صمود وتحدي والمقاومة تزداد تحدي ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه بنهاية المطاف هذه المقاومة منبثقة من هذا الشعب يا دكتور هاني الدالي. هؤلاء عليك أحسنت. وهنا أيضا الرسالة المهمة أيضا التي وصلها هذا الاستشهادي الذي قام بتنفيذ عملية اليوم، هي أن للأجهزة الأمنية الفلسطينية دور بارز في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وعندما يتحرك شعبنا الفلسطيني وخاصة من كل أطيافه، وهنا أقول وأقصد أنه عندما يتحرك خاصة أبناء فتح وخاصة أبناء الأجهزة الأمنية، المعادلة تختلف تماما ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفعلا تختلف. ونحن نقترب، كلما اقتربنا من رمضان يقترب شعبنا الفلسطيني من الثورة ضد الاحتلال. دكتور ومن دماء شهداء الضفة ودماء شهداء شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أبدا تطويع الضفة الغربية. وأنا أقول لك كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لن تفلح، وشعبنا الفلسطيني قادم وقادم وقادم للانتقام من كل دماء شعبنا، وقادم للثورة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وواضح أيضا أن كل أطياف شعبنا الفلسطيني تشارك بهذه الثورة، ابن فتح وابن حماس وابن الأجهزة الأمنية وابن الجهاد الإسلامي وابن حركة المجاهدين والجبهة الشعبية وكل شعب. ولذلك الاحتلال دكتور هاني يسمي هذه المعركة على أنها معركة وجود. لا يمكن الاحتلال الإسرائيلي أن يعمل في أي مكان، وخاصة في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل مكان. طيب دكتور، لأنه حضرتك ذكرت موضوع المساعدات، ذكرت محاولات أيضا خلق فتنة في الداخل الفلسطيني خاصة في غزة. بدقيقة، كما تعلم هناك تشكيل لجان الحماية الشعبية، وهي قوة مساندة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب قطاع غزة وضبط الأسعار في الأسواق. نريد أن نعرف تفصيل أكثر عن هذه اللجان، لماذا تم تشكيلها ولو سريعا لو سمحت. نعم سريعا، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول وأد ومحاول إضعاف أي محاولة لإدارة شؤون شعبنا الفلسطيني وخاصة من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ولجان الطوارئ. وهنا أيضا كان لشعبنا الفلسطيني كلمته، ولفصائل المقاومة كان لها كلمتها،
والجميع اجتمع على كلمه رجل واحد، والجميع ايضا يشعر بهموم شعبنا الفلسطيني، ويشعر بان محاولات الاحتلال باضعاف الاجهزه الامنيه وخاصه اجهزه وزاره الداخليه الفلسطينيه. فمن هذا الشعور كان لابد ان يكون هناك تحرك من الفصائل، اولا باسناد جبهتنا الداخليه، ثانيا باسناد ظهر المقاومه الفلسطينيه. فهنا كان مشاركه من عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، وهناك فصائل لم تشارك بسبب ظروف معينة، ولكنها أيدت وباركت هذه الخطوة، وهناك نجاح لهذه الخطوة تحديدا في مدينة رفح، ضبط الأسعار، حماية الجبهة الداخلية، حماية مراكز اللواء، الكثير من المهام لهذه القوة. هذه القوة ليس بمدينة رفح، ستنتقل من رفح إلى خان يونس، إلى الوسطى، إلى قطاع غزة، وهناك أيضا أكثر من محاولة في قطاع غزة لضبط هذه الأمور وحماية الجبهة الداخلية. وهذه القوة ستكون تحت قيادة وزارة الداخلية الفلسطينية. نعم، هناك أيضا تطور على مستوى غزة عميد، سنتحدث عنه سريعا وننتقل أيضا إلى الخريطة في موضوع الضفة. التطور الأول في موضوع غزة، موضوع سحب لواء المظليين خرج من قطاع غزة بعد أن قضى 3 أشهر في خان يونس. لماذا سحب هذه القوات؟ لأنه الكلام بأن هناك تكبد هذه القوات، خسائر كثيرة، ما الذي يعنيه ذلك عسكريا؟ ننتقل بعدها إلى الضفة وعملية اليوم، عملية عيلي، قبل أن نتحدث عن جبهة جنوب لبنان. نعم، خان يونس هي يعني القلعة الحصينة للمقاومة، وبالتالي وضع العدو الإسرائيلي عليها يعني لواءين، لواء جفعاتي من الغرب، وفي داخل خان يونس كان لواء المظليين 35. بعد هذه المدة من القتال الضاري لم يحقق يعني لواء المظليين أي نتيجة داخل خان يونس، وإنما تكبد الخسائر الكثيرة. نحن رأينا منذ حوالي الأسبوعين بدأ العدو الإسرائيلي بسحب بعض القوات من لواء المظلي إلى خارج قطاع جنوب قطاع غزة لإعطائها يعني قسم من الراحة، وكان هناك تكبد لكثير من الخسائر بالأرواح، وهذا ما قاله بعض الجنود خاصة في خان يونس، مما أدى اليوم يبدو بأن الخسائر اللواء المظلي 35 تعدت أكثر من 35% من يعني عديدا وعتادا، أجبرت العدو إلى إخراج لإعادة تنظيمه ورفته بالقوات ورفته بالعتاد اللازم. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن المقاومة في خان يونس قامت ب يعني إضعاف هذا اللواء، وهو من لواء النخبة في جيش العدو الإسرائيلي، وتكبيده الخسائر، مما اضطر قيادة العدو إلى سحبه من خان يونس. أما في جفعاتي فهو تم تقسيمه كما علمنا ما بين غرب خان يونس وما بين يعني حي التفاح. اليوم خرج من حي التفاح وخرج مهزوما، ويبقى قسم منه في غرب خان يونس. دائما يعني يلعب العدو الإسرائيلي بواسطة المستوطنين. اليوم المستوطنون كانوا على كرم أبو سالم، معبر كرم أبو سالم، لمنع تدفق المساعدات باتجاه جنوب قطاع غزة، كما كان الطيران الإسرائيلي وعلى يعني ما يبدو الآن يقتحمون أيضا معبر إيرز في رفح لمنع عبور المساعدات إلى قطاع غزة. أيضا المستوطنين معبر إيرز في شمال قطاع غزة. نعم، هذا ما قلنا يعني قبل قليل، بأن العدو الإسرائيلي لا يريد إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة من الجنوب باتجاه الوسط والشمال، وإنما يريد من خلال معبر إيرز أو من خلال معبر المنطار كارني. وبالتالي يعني هذا يعمل عليه، لماذا؟ لأنه يريد الإبقاء السيطرة التامة على شمال قطاع غزة، وهذا لن يحصل لغاية الآن، لم يحصل، لأن المقاومون قاموا بإفشال كافة المخططات التي يعني اتبعها. بالانتقال عميد سريعا إلى المكان الذي حصلت فيه عملية اليوم، عملية مهمة، نتحدث عن قتلى من المستوطنين وضابط من نفذ هذه العملية. نتحدث هي هنا عيلي. جنوب نعم عيلي، هي هنا بالذات يعني جنوب نابلس قرب سنجل، قام ضابط في الشرطة الفلسطينية بتنفيذ هذه العملية وإطلاق النار على المستوطنين وقتل 2 منهم. هذه عملية نوعية. هو أسير محرر أيضا بالمناسبة. نعم، أسير محرر أيضا. نعم، هو أسير محرر بطبيعة، يعني هو يقوم بما يملي عليه يعني ما مر به
من في سجون، وكل يعني العالم ككل يعلم ما يمر عليه المعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي. فأذن هي العملية كانت هنا في جنوب نابلس، وبالتالي هي كانت عملية ناجحة استشهادية. هو قام يعني، وهذا رد على يعني حتى القرارات الهميونية التي قام بها نتنياهو يعني سنادا لقرار بن غفير، وثم اليوم تراجع عنها، بما معناه هو يعني بما يختص بالمصلين في القدس، تقنين المصلين وخاصة من فلسطيني 48 ومن فلسطيني الضفة الغربية. واليوم يجب أن يعني نضيف بأن هنا مستعمرة يعني منطقة فلسطينية هنا في هذه المنطقة يحاول العدو الإسرائيلي ضم منها حوالي يعني 3000 دنم رميم على ما أعتقد، هنا يحاول ضم منها إلى القدس حوالي 3000 دنم من الأراضي، وهذا شيء خطير. يعني هناك إسكات لبن غفير بطريقة أن لا تتعاطى بموضوع المصلين، وخاصة خلال شهر رمضان وما يمثل هذا الشهر الفضيل في نفوس المؤمنين وفي نفوس أهل الضفة وأهل فلسطين 48 وغزة وإلى ما هنالك. فهذا هو يريد من جهة يعني إسكاته، ومن جهة أخرى كأنه يعني يساير المتطرفين اليمنيين بضم وقدم الأراضي المحيطة بالقدس. 3000 دنم هي مسافة كبيرة يريد ضمها الآن. طيب عميد، أيضا ننتقل سريعا معك على جبهة جنوب لبنان، لأنه داهمنا الوقت، نتحدث سريعا عن جبهة جنوب لبنان، لأنه كان هناك إطلاق لصواريخ فلق باتجاه صحيح. مستوطنة جورين أو جورين، ولكن دعنا ننوه بأن كان هناك شيء في ما حيفا. حدث في حيفا لغاية الآن عندنا تفاصيل لم تتبلور، ولكن يجب أن يعني نركز على موضوع أنه استهداف حيفا إذا ما حصل هو استهداف على 40 كيلومتر من الحدود مع الناقورة، وهذا يعني شيء هام. يجب والله الأخبار من حي الزيتون كثيرة وكبيرة، وهذه الميدانية كانت عامرة، اليوم كانت التركيز هي القسام. أعلنت عميد بأنه هناك تفجير لعيني نفقين مفخختين في قوات العدو وإيقاعهم بين قتيل وجريح أيضا جنوب حي الزيتون. نعود أيضا لجبهة جنوب إلى لبنان تحديدا إلى مستوطنات الجليل الغربي. فلق يعني كما قلنا بركة ريشة استهدف بصواريخ، يالون بصواريخ، غورن بفلق. فإذا فلق هو على هذه، وهو يعني صاروخ أسرع من الصوت ودقة عالية وشديد الانفجار وتأثيره كبير. فإذا يالون وغورن تم استهدافهما اليوم بصواريخ، وخاصة غورن بصاروخ فلق. كذلك الأمر بركة ريشة، زرعيد كذلك الأمر تم استهدافها، وأيضا شلومي تم استهدافها إضافة إلى جل العلام. فإذا استهداف اليوم تركز على القطاع الغربي. قام الطيران المعادي بطبيعة الحال يعني القصف القرى والمدن المتواجدة في هذا القطاع. فيما يختص بالقطاع الشرقي أيضا استهداف دائم وأبدا لرويسات العالم. لماذا؟ لأن دائما ما يعود العدو الإسرائيلي بوضع أجهزة التجسس على في رويسات العالم. فإذا قصف رويسات العالم، قصف الرمتة هنا أيضا بالقرب من رويسات العالم في مزارع شبعة، إضافة إلى قصف المطلي، وأبدا دائما على كريات شمونة. كريات شمونة أصبحت فعليا هي مهجورة. مدينة أشباح. وهذا فيما يخص جبهة جنوب لبنان. دكتور هاني، أختم معك وباختصار لأنه انتهى وقت الميدانية، ولكن نحن أمام تطورين. كتائب شهداء الأقصى تعلن تبنيها لعملية عيلي، ألوية الناصر صلاح الدين تعلن إطلاق صلية صاروخية على مستوطنة سيدي روت المحاذية لشمال قطاع غزة ردا على مجزرة شارع الرشيد. أمام أي معادلة نقف الآن في إطار صراع الكل الفلسطيني مع الاحتلال؟ نحن نقف أمام معادلة أن شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يدها العليا هي دائما وهي جاهزة للانتقام لدماء شعبنا الفلسطيني حتى لو تأخر الرد، وهذا كان واضح. أولا كما تحدثت ألوية الناصر وإطلاق الصواريخ مباشرة انتقام للاحتلال، وكذلك عملية نابلس أيضا هي ردا على ما قام به الاحتلال الإسرائيلي وردا لدماء شهدائنا الفلسطيني. وهنا أيضا أنا كما تحدثت أن دور كتائب شهداء الأقصى سيكون المرحلة القادمة دور فاعل،
ودور أبناء الأجهزة الأمنية وأبناء فتح سيكون فاعل، إضافة إلى كل أبناء الأجهزة الأمنية وإضافة إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة صلاة القدس وكتائب القسام وكل الفصائل المقاتلة. ونحن أمام فعلا مرحلة قادمة سيندم الاحتلال الإسرائيلي على كل ما قام به من تدمير وقتل لشعبنا الفلسطيني وإفراد واستفراد لشعبنا الفلسطيني. وهنا أود بس إشارة بسيطة أن ما قامت به كتائب القسام من قصف بالأمس من لبنان 40 صاروخ ضد مواقع استراتيجية ضد الاحتلال الإسرائيلي، هنا يبدو الاحتلال الإسرائيلي يحضر لرد ضد كتائب القسام وضد حركة حماس في لبنان، ولا بد للجميع أن يأخذ ذلك بهذا الأمر بجدية عالية جدا، وأن يكون هناك احتياطات أمنية لأعلى مستوى ولأعلى درجة من أعلى مستوى من قيادي لأقل مستوى من قيادي الحركة وكتائب القسام. الاحتلال الإسرائيلي يرى بهذه الضربة أنها كانت مؤلمة ضده وخاصة من كتائب القسام، ولابد أن يكون هناك حذر في التحرك والاحتياطات الأمنية وفي أماكن المجاهدين. أما النقطة الأخيرة، أنا ما زلت هنا أقول أن حزب الله ما زال يسند شعبنا الفلسطيني بالدماء، وهو أعلى مرتبة في مراتب إسناد شعبنا الفلسطيني، ثم بالصواريخ، ثم في الإسناد في ضرب مواقع الاحتلال الإسرائيلي والضغط على مستوطنيه والضغط على جبهته الداخلية أيضا. وهذا الأمر يبدو واضح أنه يأخذ مستويات عالية في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا مهم. وأمام مجازر الاحتلال التي يقوم بها والتحضير لرفح، لابد أن تكون جبهات الإسناد تزيد من إسنادها إضافة إلى شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي كل مكان لوقف جرائم الاحتلال والعدوان والاحتلال على شعبنا في القطاع. في نقطة والله أشرت لها دكتور هاني الدالي هذه قبل قليل مهمة للغاية، اليقظة ثم اليقظة ثم اليقظة مشاهدينا، خاصة لمن اليوم ينتمون لهذه الفصائل المقاتلة والمقاومة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك دكتور هاني الدالي، شكرا جزيلا لك أيضا عميد شربل أبي زيد، دائما لكما على هذا التواجد في هذه الميدانية التي نواكب فيها هذه التطورات الميدانية على الأرض في إطار معركة طوفان الأقصى، هذه الملحمة الكبرى المستمرة. مشاهدينا كل الشكر لكم دائما على المتابعة للمزيد، الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية الإسبانية. إلى اللقاء.